عام 1994 أبصرت مدرسة النور الأساسية للمكفوفين بمدينة جنين النور لتضيء طريق العلم لمئات المكفوفين وتبشرهم بحياة ملؤها الأمل يمارسون فيها حياتهم الطبيعية كغيرهم من أفراد المجتمع. مدرسة النور الأساسية للمكفوفين تأسست سنة 1994 ترخيص من وزارة التربية والتعليم العالي، ضم 5 محافظات: جنين، نابلس، طول كرم، قلقيلي، سلفيت. الطلبة المكفوفين كلياً وجزئياً بتقدم لهم التعليم مجاني. تعمل الجمعية على تنمية مواهب المكفوفين ورفدهم بجميع احتياجاتهم. نتذكر وبنقول يا ريت ما بنتذكر. الطفلة يمامة الديسي تواصل بإرادة وإصرار مشوارها في تنمية موهبة الغناء والموسيقى بإشراف معلمين مكفوفين متخصصين. مس نجاح كانت تعلمنا أغنية يا رب تشتي، هاي أغنية للأولاد الصغار وصغيري، إحنا كنا بصف الأول. أنا كنت أغني عن نوتة، فمس نجاح اكتشفت إنه صوتي حلو واكتشفت صوتها كان من أجمل الأصوات اللي عندنا، فصرت أعطيها أنا طبعا تمارين صوتية وعزفية وتمارين تسويها في الدار، وبهيك طبعا ألحقتها بجوقة المدرسة. فبعد يوم مليء بالتعب تنتقل يمامة من مدرستها إلى جمعية ملتقى المكفوفين الذي تأسس على يد مجموعة من الشبان المكفوفين الذين تلقوا دراستهم في مدرسة الكفيف الخيري ليعمل على مساعدتهم في تنمية مواهبهم من خلال تنظيم دورات علمية مختلفة. طلقنا بالاهتمام متابعة هدول الشباب بالمدارس والجامعات، بنهتم بالنواحي الثقافية والاجتماعية والنهوض بهذا الواقع، وأن يكون الملتقى البصيرة همزة توصل بين الكفيف والمؤسسات الحكومية والخاصة. أحباب الفقراء كنتم أبدا عظماء. رغم الأوضاع المالية الصعبة التي يعانيها الملتقى، إلا أن القائمين عليه ما يزالوا يصرون على تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية لفتح كل آفاق الحياة أمام المكفوفين في جميع المجالات. ملتقى الشبابي للأشخاص المكفوفين، من اسمه ملتقى، هو يجمع الأشخاص المكفوفين بمختلف مواهبهم وبنميها أيضا وبعالج معظم قضاياهم الاجتماعية. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه هي حكاية هؤلاء الشبان الذين صنعوا من عتمة الظلام أسرجة تنير لهم طريق الحياة التي لطالما رسمت صورتها سوداوية في ذاكرتهم. من داخل ملتقى البصيرة للمكفوفين بمدينة جنين، حمزة السلايمي، تلفزيون وطن.